تحية مرة أخرى مشاهدينا الكرام في الجزء الثالث من برنامج الهضرة فوت. النقاش مازال شيق حتى يعني بوندون لا بوب لا بوبليسيتي لا بوز بوبليسيتير، ما كان مازال النقاش بين رفيق وسي توفيق قريشي. فرق القايد حبيت عندي انا احنا نسمع رايك طبعا. كاين قنبله بصح عندي سكوب شباب. ها شباب الوزداد وي بور ديما بور ديما يا ماناجر ماناجر تاع جوال غينيا ساكو نورمالمون لما ساكو ولا ساكو سي سا سي لوي كي امبوزي راه يدير ان شونتاج تدو باش نعطيكم جوال لازم تدو ديما الشباب الوزداد وي باش تدو للاعب لا جوال غينيا شكون لو ماناجر تاع لو جوار هذايا Il a imposé sur le chantage. Habibi, le nom, gars. Dit le joueur, l'asm te dit Mahdouma. Had le nom, on n'a jamais entendu de ce nom. Sako. On n'a jamais, jamais entendu de ce nom. Ou had le manager, li habi yfrad aliya, bhad tari. Cheikh, li kana qol cheikh. Al-shabab, le cheikh. Je suis l'étude d'abattu. Je suis l'étude d'abattu. Hada, il n'est pas encore né. لجي يدير لي شونطاج ندي نيمبورت كال جوار انت ما تقبلهاش بيان سور شيخ دوك انا نتكلم على نفسي كلمة على نفسي انا نقدر ندير لك شونطاج انت ما تقبلش معليش كلمة شباب هذا اللي يجي باش يبعث لي جوار اي لاعب وما نحتاجوش باش يجي يدي ان سالار يقعد شباب الوزداد باش يفرض عليا بطريقه واحده اخرى هذا لا لو جوار لا لو جوار سي ان نو ابارمون سي ان اكسيلون جوار صح بو يعطي لك لو جوار راك تدي مع دوما انا هاد ليستوار شونس باغيتي با جافي شوف هاد لا هاد دي ماماوس شوف قالب علاش تدي لولو تدي لولو قالك بوغ هاد ليستوار هاد ليستوار هاد ليستوار في شباب الوزداد انا جامي اكزيستي ما راحش تكون انا جامي ايتي بروبوزي انا جامي ايتي بروبوزي اكد عليه صح سيتو فيغتين على اسم المدرب بيرا كنت قاعد معايا الغدوه ما تديش محمد غير شوف سيزي وحده اخرى نقدر نشوفو مع المدير العام سيد عليق انت جورناليست تي بو كونتاكتي تي بو كونتاكتي نيمبورت كي عنده صلاحيات ما تنجاوبك صلاحيات تاع سيد علق اي مكتوبه في الكونترا تاعو سيتو فخر شي تكلمت على مشروع في شباب الوزداد مشروع كبير وكان لك حديث مع الرئيس المدير العام لمجمع مدار الملك نادي شباب بالوزداد تكلمنا على المشروع هذايا المشروع بالنسبه للمشروع كاين مشروعين مختلفين المشروع الاول بالنسبه هو الفريق الاول انت تعرف ان الظروف اللي كان فيها شباب الوزداد وبعد قدوم مجمع مدار وعلى راسه السيد البي دي جي عماره خرجوا من البير اللي تشوف النتائج اللي وصلت ليها ماشي فقط النتائج حتى الوضعيه حتى التنظيم ماهيش بارازار اذا كاين دو زاكس Le premier axe, c'est l'équipe senior, ou bien ce que j'appelle Anaya, c'est un projet important et très urgent. Il y a un effet ou qu'il y a ce qu'on appelle le deuxième projet de la formation, qui est très important et qui n'est pas urgent. Il y a un peu de patience. Et ce projet, les gens peuvent dire, Sayyid Boualem Sharab, nous avons dit, جون اللي جايبين من انحاء الوطن كلهم راهم اون انترنا يقراو دي زيتود بريفي بريزون شارج توتال يونترينيو ريغوليرمون ايكيبي هذا في انتظار تشييد مشروع تاع مركز لان لو ناخذ المثال تاع الاتحاديه الجزائريه الان المراكز غير موجوده راحت الوزاره وخدات المراكز تاع وزاره الشباب والرياضه بدات فيها لي سونتر دو فورماسيون في انتظار بناء دي سونتر دو فورماسيون خاصه بالاتحاديه وبعد يرجعوا هذوك اللاعبين في المنشات تاع الاتحاديه برسك نفس العمليه الان لازم يبدا هذا المشروع ما نقدرش نستناو وقتاش يكون ان كومبلكس تاع شباب الوزداد بداو الان راهم في دون سيستيم دانترنا يقراو افيك بريزون شارج توتال ميديكال لوجيستيك توسكي لونفو افيك ان كونتوني دونترينمون تري دو كاليتي اي دو كونتيتي الان راهم هذا هو مستقبل لافينير تكنيك تاع شباب الوزداد بالنسبه ليكيب سينيور بطبيعه الحال الفريق الاول راهو في الواجهه لازم يحقق نتائج لاول ارضاء الجماهير وايضا نظرا للامكانيات الكبيره اللي شباب الوزداد اللي مجمع مدار راهو يفوز فيها بطبيعه الحال والنتائج يبدا تظهر الاهداف بالنسبه للاهداف كاين اهداف الاولى هو الالقاب بطبيعه الحال هذا الموسم لازم هذا الموسم نعم. لازم نحقوا على لقب الفريق موجود في المرتبه الاولى الان وحتى المدرب الجديد بالنسبه للاهداف اللي راح نسطروها هو المرتبه الاولى
اقصى حاجه هي المرتبه الثانيه يعني ان كاليفيكاسيون لا تشامبيونز ليغ افريكان وايضا كاين كاس الجمهوريه وكاين ايضا هدف اخر حنا ننتظروا باذن الله متى تبرمج لا سوبر كوب السوبر كوب ايضا حنا رانا ابطال بالنسبه ديتونتور لا كوب دالجيري ومن حقنا نلعبوا لا سوبر كوب ان شاء الله في الايام القليله القادمه الرابطه الوطنيه تبرمج هذه المقابله ويعتبر لقب من الالقاب اللي راحين ايضا ندافع عليه بشراسه. محمد اللاعب اللي تكلم عليه فاروق سيكو مصدر موثوق جدا جدا جو بيز ميمو مصدر موثوق جدا. لو ماناجر غينيا عنده جوز مو سيكو بروبوزا سيربي واشترط يكون فرانك ديما لانه هو حتى هو المانجر تاعو يقول لك معليش خلي الشيخ انا ما تكلمتش هو رد عليك مسؤولي انتدابات الشباب المزدهر الشيخ انت راك تنفي ماكش تاكد لنا ما تقدرش انت من حقك ما تقولناش ما تقدرش تكذب لنا المعلومات نعرفوها نقول لك مصدر موثوق جدا 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 انه سيكو تاع غيني اللي بروبوز او سي ار بي وبشرط انه يكون فرانك ديما وعندي معلومات من خارج الشباب المزدهر انه ديما اللي يعني المرشح الاول لتولي العارضه الفنيه لخلافه عبد القادر عمراني بالنسبه للفيليار افريكان. نعم مادامني تحمل هذه المسؤوليه تاع انتداب اللاعبين جو نو سوي با لو ماناجر تاع الكلوب جو بار ماشي ماناجر دو جوار كي ريكروت دي جوار شباب الوزداد عن طريق دي سيونس دو فيديو دي سيكونس دو فيديو دو 2 او 3 مينوت الى لازم نجيب لاعب افريقي بالنسبه للجزائريين نعرفوه اذا كان لاعب اترونجي لازم نتحقق من المستوى الحقيقي سي با سور اون سيونس دو فيديو تاع 2 او 3 مينوت نقول لهم هذا الي بون جو في ما نديروش الخطا اللي صرات في بدايه الموسم انا مادام انا مع زوج افارقه اللي جاوا شباب الوزداد انا مادام كما قلت انا موجود الان في شباب الوزداد وعندي الصلاحيه هذه برفض ولا قبول انا ما نقبلش نريكروتي ان جوار مع احترامي لكل لاعبي الافارقه بطبيعه الحال سور دي سيكونس دو فيديو تاع 2 او 3 هذه نوني با كيستيون باش تكون في شباب الوزداد احنا قلنا بروبوزي سا با دير بروبوزي سور كيل باز نعرف هذا اللاعب الغينيا الي بون ولا سور كلام تاع ماناجر يقول لي لي بون اي جو في لاكسبتي كيف بروبوزي صح داكور كونت ان بروبوز كيلكو شوز اي فو كو جو سوا سور دو لا كاليتي دو سو جوار جو نو سوي با سور كومون جو في اتر سور بلي هذا اللاعب مليح هو بروبوزاه لي يقول لي واش هي طريقتك جوستومون سي توفيق قريشي باش يا اخي تاخذ موقف ولا تاخذ قرار بالنسبه لافيليير افريكان نقدر نقول لك يا دي جوار كي نوزون ايتي بروبوزي C'est des joueurs qui ont participé à la CAN U23, à la CAN اللي تلعبت في مصر. بعض اللاعبين شاهدتهم ولكن كاين بعض اللاعبين سامحني كسامحني هذا اللاعبين اللي شتهم كاين لاعبين لعبوا 12 دقيقة في الدورة كلها ما نقدرش كاين لاعبين تاع الفريق الوطني الجزائري أبطال إفريقيا ولكن ما لعبوا حتى دقيقة دونك كيفاش نحكم على هذا اللاعب اللي بون شفناه 26 مينوت هذا اللاعب الإفريقي اللي قالوا لي عليه ماشي سيكو ماشي هدايا ما نعطيكش الاسماء لا ما نعطيك واش نعطيك الاسماء هذه امور داخليه للنادي انت ما يعجبكش الحال معليش نحترم امور تاع النادي تفضل باش ما نضيعوش بزاف الوقت يا جماعه مازالوا مواضيع اخرى من فضلكم ما قعدوش في نقاط امتي ريزومي سي جو دو اكسبتي ان جوار افريكان لازم انا ولا الطاقم الفني يكون شافو ويتحقق منه شوفوا شيخ ان ماتش كومبليت سان دقيقه سور ان ماتش سور دو ماتش تي بو افوار اون ايدي راح نشوف جدول المباريات نتائج مباريات الدور 16 لمنافسة كأس الجزائر مع المخرج الجدول جدول مباريات في انتظار المباريات المتبقية من هذا الدور التي ستجمع نادي بارادو بمولودية البيض وداد بوفريك مولودية الجزائر شباب أدرار جمعية عين مليلة جمعية وهران واتحاد الجزائر آخر المباريات من الدور 16 من كأس الجزائر وننتقل إلى الكأس العربية وهزيمة مولودية الجزائر في ذهاب الربع النهائي أمام الرجاء البيضاوي في مباراة مانيش عارف كيفاش نقول فاروق بالقايد في مباراة ما عرفناش مولودية الجزائر ماشي صعيبة المباراة بطبيعة الحال كل مباراة صعيبة لكن المستوى الهزيل اللي ظهر به مولودية الجزائر يعني خيبة أمل بزاف يعني والله نتأسفوا بالحق النيفو تاع الفوتبول تاعنا باسكو أنا تقول لي الرجال أسمو كبير
من راجع في سيغتيران سي با هذا الرجال البيضاوي الاسم كبير ممتا مول ديال الجزائر ممتا شبيبه قبائل مي تشوف لو ليفر انا سواء كونت لا جياسكا ولا كونت مولوديا سي با لو راجا اللي فريمون زعما دوميني شغل يلعب بسيكال مولوديا كانوا فايزين عليهم شفنا المقابله ما كانتش فريمون في الشوط الثاني بعد لو كارتون روج شفنا بلي تافي نورمال حنا ما حنا لو جوار الجيران ديجا في عقليته تاكتيكمون اللي فابل تاكتيكمون اللي فابل دي فوا ميم تكون عندك ان انترينور سي با الميور تاكتيسيان اون الجيري ولا اوموند لو جوار دي فوا ما يمشيلكش معاك شفنا بعد الفريق بعد ما خدا اللاعب هذاك حرات البطاقه الحمراء شفنا شونجمون ولات الناس تمشي الناس تمشي فيها ميم اللاعبين شفنا بعض اللاعبين في الوجوه ديالهم باللي كاع وصرا خلاص تما ترتقوا صاي مع لو بيت اللي ماركاوه لي جوار صاي تلقوا وصرا لهم لا سيمان افون وصرا ومع الجمهور مع واش خرجوا عليهم سي دوماج انا نقول لك الفوتبول حنا تاعنا قلت لك ولا يتلعب بوكو بليس في الكواليس واش صاري في الفريق كيفاش تفسر هذه الهزيمه والمردود خاصه تاع مديريه الجزائر فرق مردود قلت لك مردود شفنا فريق ما كانش منهار قلت لك لو كان شفنا الفريمو الراجا كان قوي نقدر نقول لك هذاك واش مي شفنا باللي الفريق حنا مولود ديال الجزائر الفريق كان بعيد بزاف على المستوى اللي تلعب به بطوله افريقيه ولا بطوله عربيه شفنا الفريق كان منهار ما تشوف سوغ التيران لي جوان بور موا كانوا ما كانوش فريمو كانوش مقيمين المقابله هذيك ما طولاش الاهميه تاع الصح جوستمون تكلمت على الهدف الثاني تاع رجاء البيضاوي عندي معلومات يعني اللي عطاها لي الزميل معاد نمرودي حتى يعني المدرب تاع الرجاء البيضاوي بعد تسجيل الهدف الثاني وشاف طريقه تاع التعامل تاع الملاعبين في الملاعبين المولوديه في المباراه طلب من اللاعبين تاعو انه يخفضوا يعني الريتم تحسبا لمباراه شبيبه القبائل يعني خلاص عرف باللي مولوديه ما راحش تعود في هذه المباراه ابخي لو دوزيام بيت كانوا قادرين الرجاء مينيموم ماركو واحد دو بيت شفناهم كانوا يلعبوا على ليكونومي بتات كان عندهم يخموا في المقابله العوده في شبيبه القبائل هذا هو فارق كبير اللي عنده استراتيجيه عنده استراتيجيه عنده لاعبين اللي يسواو الاموال اللي يتخاضوها فريق بالقايد ما نهضروش على الاموال معليش الجوار لاعب كبير يتخاضى اموال كبيره بصحته لكن البارح ما شفناش هادو اللاعبين حنا كونتر حنا نفرحوا كي اللاعب ديالنا يروح يلعب في الخارج ويتقاضى اموال كبيره نعرفوا هنا بلي اللاعب هذا عنده مستوى ونفرحوا باسكو الناس باش حطت عليه هذوك الاموال تما اللاعب هذا لاعب يسواهم حنا باركونت هنايا اللاعبين هنا ما حبوش يدخلوا في الذهنيه ديالهم بلي كاع واش راه الناس تهضر نورمالمون هنا اللي تكون عندك اون فورس مونتال بلي انا الدراهم اللي تقاضيهم ماهيش تقاضيهم هكذاك باك نتقاضاهم لازم نحل الدراهم سيغ تيرا ونشوفوا باسكو المستوى تاع اللاعبين ماهوش مستوى او نشوفوا مستوى متقارب البريزيدون حاب ينتمي بارابور واش راهو بارابور واش رانا نشوفوا المستوى تاع انا واش نقول لك مولوديا ضيعوا فرصه كيما هذه اللي ما كانش حد قدرت لهم كانوا المقابله كانت في يدهم ان شاء الله نتمنوا مقابله العوده احنا في استماج دو فوتبول توتي بوسيبل ان شاء الله راح نشوفوا مقابله وجه واحد او وجه اخر في مقابله العوده ان شاء الله رفيق ربما تكلم على الفرق بين المستوى تاع الرجاء البيضاوي حتى بالنسبه لفريق بالقايد انه الرجاء ما بقاش الرجاء العالمي اللي كان منذ مواسم لكن شفنا فرق كبير بين يعني بين اللاعبين بين المردود تاع اللاعبين بين يعني لو ريتم تاع الفريقين شفنا فرق تاع ربما المباراة الكبيرة اللي أداها المتولي يعني قائد فريق الرجاء البيضاوي درس للاعبي تاع كرة القدم في الجزائر. لكن شوف نولي يبقى كما قال الفريق ونشاطرو صاحب 34 سنة نعم. أندية كبيرة تقعد كبيرة وما تموت ولكن الرجاء البيضاوي هو فريق يعني نادي كبير لكن كان غايب على الساحة الإفريقية منذ عدة سنوات وعاد قبل موسمين يعني لقمة مستواه يعني في النهاية ربما الأندية الجزائرية اليوم راهي تمر يعني بالمواسم تاعها سنوات العجاف تاعها في إفريقيا ما تنساوش أن الاتحاد الجزائري دار لي دومي فينال اون 2017 ليشما لحقوا بيتو ليشما زادوا لحقوا كانوا لحقوا اون 2015 لا فينال الموب لحقوا 2016 سطيف داو لا كوب اون 2014 في النهاية
ونجوزوا بفترات دي وي ديبا بارابور يعني المنافسه الافريقيه. اليوم مولوديه الجزائر مثله مثل شبيبه القبائل، مولود الجزائر ما راهوش في موسم قادر يروح بعيد في المنافسه الافريقيه، ولو انه تقول اليوم في المنافسه العربيه عفوا تقول لي راه في كارت دو فينال نقول لك نعم، ولكن الحقيقه تؤكد انه هذا النادي الكبير يعيش حالة لا استقرار، ورغم النجوم الكبار اللي هما محسومين في البطولة الجزائرية نجوم كبار، ورغم شركة فرابرك ورغم الأموال، إنما التخطيط غايب، التسيير غايب، البرنامج غايب، الاستراتيجية غايبة. جوستومون نفتح قوس واحد آخر رفيق إذا سمحت لي، تكلمت على التسيير، لما نادي كبير واسمه مولودية الجزائر يعني ما يقدرش ياخذ قرار بالنسبه للطاقم الفني. نحط ميخازني، مع كل احتراماتنا لميخازني بطبيعه الحال خونا ومدرب في المستوى، نحط ميخازني لا نزيد نستنى ميخازني في مباراه مثل هذه ما ناخذش قرار، يعني هذه مديريه الجزائر خلي ميخازني، خلي ميخازني ما تقعدش. عندما تكلمت على شركه مدار على انه انديزون ايريفليشي ولا استقرار، لان الانديه الكبيره ما تغيرش كل شيء، يعني دير لو ميناج في نص منتصف البطوله. نفس الشيء بالنسبه للجزائر، اون 2019 عرفوا ثلاث مسيرين، ما نهضرش على البي سي ا عاشور بطروني ولا اللي كان كي كان حيرش، هذه حطيتو دو كوتي. الموسم هذا كاين زوج دو بي سي ا، نتكلمك على المدير العام ولا التسميه المدير العام الرياضي كل واحد ولا المنسق. تكلمت على مدار، تكلمت على شركه مدار، شركه مدار رئيس المدير العام لمجمع مدار الملك لشباب الوزداد سيد شرف الدين عماره يلتحق بنا على المباشر. مانيش عارف إذا راهو معنا في البلاطو. سيد شرف الدين رئيس المدير العام لشركة مدار، قلت مرحبا بك، راك معنا على المباشر في برنامج الهضرة فوت. اهلا وسهلا، مرحبا سي محمد، مرحبا بضيوفك. مرحبا بك وبكل مناصرين شباب الوزداد اللي الحمد لله يعني راح يسمعوا صوتك، ماشي متعودين يسمعوا صوتك بزاف سي شرف الدين عمارة. ستكون ممكن المرة الأولى والأخيرة أني ندخل في هذا الموضوع، وهذا شرف لنا، يعني هذا شرف لنا بطبيعة الحال، لأنه منذ تفضل منذ أيام وأنا نسمع في كثير من الحديث وكثير من اللغط إذا كان تسمحوا لي بالعبارة، نشوف أنه خاصة أنه مجمع مدار هو تسيير مجمع مدار أصبح محل انتقاد حتى من بعض أشخاص مش عارف اللي أصبحوا خبراء في التسيير. لكن الحقيقة أنه كل قرارات هذه ولو أنه فيها ممكن فيها بعض الاختلال في التوقيت، لكنها قرارات تصب في مصلحة الفريق. سيد قريشي كان معكم وأعطاكم حقائق، وأرى أن الضيوف يشككون في هذه الحقائق أو حتى أنهم لا يقبلونها أصلا. نعم، الحقيقة يا سيدي الكريم أنه ما قيل أو ما صدر منا من قرارات رانا في الاجتماع سي شرف الدين عمارة. نعم. قلت لك بالضبط. ما صدر من قرارات قلت لك انها تصب في مصلحة الفريق، وخاصة القرارات التي انتم انتقدتها كثيرا على قناتكم. سي عمارة شرف الدين، سي عمارة شرف الدين جوستومون راك هنا على المباشر معنا، اعطينا اسباب لماذا هذه القرارات. شوف. نعم. في أمور تقع في فريق أو في أي شركة، حتى ولو أن نحب نأخذ القرار بعد يومين أو بعد ثلاثة، أو حتى كما قلتوا أنتم لماذا أخذ القرار في قبل المقابلة الكأس الأولى. نعم. وقبل مقابلة الكأس الثانية علاه تتخذوا مثل هذه القرارات؟ كاين بعض القرارات لازم نفصل فيها مباشرة حتى إن كان الأمر يتعلق بقرارات مصيرية. نعم، سي عمارة شرف الدين، يعني احنا ما نشككش في أن القرارات هذوما بالنسبة لكم تخدم مصلحة شباب الوزداد بطبيعة الحال، لأنه مجمع يجي حط ملايير، يجي حط يعني انفستيسمون كما اللي درتوه في شباب الوزداد،
بطبيعة الحال من دون شك لمصلحة شباب بلوزداد، لكن لو تعطينا أكثر دقة بلوز دو ديتاي على القرارات هذوما، لماذا كل هذا التغيير؟ لماذا مغادرة عمراني؟ جمهور تاع شباب بلوزداد ماذا به يعرف؟ كان السعيد عليق وكان كل الطاقم كان عندي في مكتبي وأعلم الجميع. سي شرف الدين اسمح لي فقط لو تنقص فقط صوت تاع التلفاز. أوكي شكرا. كان عندي كما قلت لك السعيد عليق وكل الطاقم الفني وغير الطاقم الإداري غير مش الطاقم الفني، نعم، بما فيها عمراني المستقيل، وهنا أكد على أن عمراني المستقيل، لأنه في حصتين أردت أن أجعله يتراجع عن استقالته لكنه أصر على استقالته، وهذا أمر لا أرى أن الجميع يتحدث عنه أو يفيد، يقول أنه عمراني شرح، لا عمراني لم يصرح يا سيدي الكريم. هذا الشيء الأول. فضل العرض تاع الفريق المغربي. الشيء راح للفريق المغربي، ربي يسهل عليه، الله ينجحوا، الله يوفقوا. نتمنى له كل التوفيق بطبيعة الحال. نعم. ولا الطاقم الإداري بالنسبة لي أنا عندي بعض الأمور التي أخذها على البعض، ما أخذه على الطاقم الإداري. في نقص في الاتصال ما بين المديرين. في خلل في الاتصال ما بين المديرين. في خلل في الإدارة. في خلل في جلب الممولين. في خلل حتى في العلاقة مع المدرب والعلاقة مع قطب التكوين والعلاقة مع الهيئة المركزية، الهيئة المركزية للمالية والإدارة. أصبح الجميع وما كان حتى واحد يتكلم مع الآخر. أصبحت الأمر لا يطاق يا سيدي الكريم لتسيير إدارة ولتسيير شركة. إلى احتملت هذا الأمر وصبرت واستبرت كثيرا كثيرا حتى بلغ كما يقول بلغ السيل الزباب، وما قدرناش نزيدوا نكملوا فوق هذا. فاتخذ القرار، خرج البلاغ الأول، وقيل في البلاغ أنه تم إنهاء مهام الطاقم الفني. وهذا خطأ، فأرجعنا صلحنا الخطأ، قلنا مش طاقم الفني، لأنه هنا راح تقع فوضى، وطاقم الفني معناها المدربين المساعدين والمحضر البدني إلى آخره. نو، ما مش كان هذا أصلنا. صلحنا الخطأ، قلنا الطاقم الإداري، في مراجعة لهيئة تكوين الطاقم الإداري، فاضطررنا إلى أن نعمل تصحيح، صحح الخطا، وقلنا باللي الناس هذو سرحوا، يعني انهيت مهامهم وانهيت مهامهم بالفعل، كل على راس ادارته. نعم. لكن بعد ذلك بالنسبه لسعيد عليق، لانه الحاله خاصه، سعيد عليق انهيت مهامه كمدير للقطب التنافسي لبول دو بيرفورمانس، واعدنا تعيينه كمدير مدير عام للشركة الرياضية. ولا أرى في ذلك إشكال، ولا أرى في ذلك إشكالا البتة. نعم. فهم سيد الكريم. فهذه فتنا إلى المرحلة الثانية. هنا نظل الحديث. سيد شرف الدين عمارة، يعني لو تسمح لي فقط، كيفاش ننهي مهام، يعني نقيل مسؤول ومن بعدها ساعتين فقط ندير ترقية لهذا المسؤول؟ تسريح، ما قاش إلى مهام، تسريح. تسريح يا سي شرف الدين، قلت تسريح. أين الإشكال؟ سي عمارة الإشكال يا سيدي، إشكال البيان، قل لي أين الإشكال؟ الإشكال أن إدارة مادر أعلنت رسميا عن تسريح، سي تي ديسيزيون، لازم تقول ريفليشي، التسريح يعني مع السلامة، شكرا على الخدمة ومع السلامة، التسريح ليس إنهاء مهام والتحويل إلى إلى, إلى 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 مركز آخر، التسريح هو عدم العودة، ساعتين من بعد عودة تراجعت على القرار، لا دوزيام فوا.
ما تقدرش تمنعنا سي شرف الدين اننا انا ما نشكش في النوايا تاعك وماشي من حقك نشكك في النوايا، لكن من حقي كصحفي نتعامل مع البيانات والقرارات والتصريحات والاجراءات والحقائق والواقع. وانا نمشي مع سيدي، صرح سيد علي ثم تراجعنا عن قرار تصريحي. فين المشكل؟ نعم، اين المشكل؟ صرح اين المشكل ثم تراجعنا على قرار تصريحي. لماذا السؤال تاعنا سؤال صحفي؟ لماذا هذا؟ لماذا لانه اعتقدنا انه اذا عليق لم بالنسبه لنا احنا نشوفوا له قرار منصب اخر، انه هو في الاصل كان مدير عام للشركه، لكن راح حطيناه كمدير للقطب الرياضي. علاش؟ خاصة لمسألة العلاقات هذه اللي ما بين الأطراف. فقلنا وهذا باتفاق مع السعيد نفسه، مع السعيد عليق نفسه، الذي نقول لحد الآن ما زالت علاقاتنا جيدة جدا، وهو راهو لحد الآن بالنسبة إلي هو مدير عام للشركة. صلاح دركا راح تقول لي كيف وصلاحيات وما صلاحيات وكيف لانه صلاحيات القطب الرياضي، القطب التنافسي لبول دو بيرفورمانس، اعطيت الى توفيق قريشي وزدنا له معها الناطق الرسمي باسم هذا القطب. نعم. سعيد علق اليوم يحب يمارس مهامه كمدير عام للشركه، الله يسهل. إذا كان سعيد عليك أخذ عطلة أو أخذ كما يقولوا جزء راحة أو لم يلتحق أو هذا، فهذا أمر يخصه هو. أنا حاولت اتصل به وشفته اليوم على كل عاد، لكن كان اللقاء مقتضب ولم نستطع أن نتكلم في الموضوع. نعم. لكن نحب نأكد أنه لا انه خفنا انه ندفع له الجانب المالي من عقده، لا خفنا انه لانه الامور واضحه تماما في عقده. اذا كان نحب يعني تفصلوا تحبسوا اذا تحب نسرح واحد، فمش الجانب المالي راح خلينا نتاخر او شيء. وهذه الموضوع لم يطرح اصلا، يعني لم يكن اصلا مطروح انه خفنا انه يكون الجانب المالي هو اللي خلينا نتراجع. سعيد عليك، خلينا انه نعتقد انه سعيد عليك ما زالت عنده مكانه في شباب الوزداد، يقدر يمارسها كمدير عام لشباب الوزداد. نعم. ما الامر بيده هو وحده. يعني الكره في مرمى سعيد عليك. الكره في مرمى سعيد. يحب يبقى يحب يروح هو اللي يقرر. انا نعم قلت لك انا اعطيت له الفرصه. سعيد عليق يعرف الاحترام الذي يكنه له، ويعرف بالنسبه لنا وش هي، ويعرف عمق العلاقه التي تربطنا وقوه العلاقه التي تربطنا، ولا اظن انه هو نفسه يفكر تفكير غير ذلك. يعني سي شرف الدين عمارة، واش هو المهام تاع المهام اليوم تاع سعيد عليق؟ مهام سعيد عليك هو مدير عام شركة. مدير عام تعرف شركة تحدد في عقده، وحددت في سكونابيل سافيش دو فونكسيون، هي مهام طويلة عريضة وتخص تسيير الشركة بصفة عامة. نعم. تحدث معك بصراحة. تفضل سيدي. اليوم تلوم الإعلام على أنه يتعامل مع وقائع، وقلت أنت ارتكب سرحناه وجبناه من حقك يا سيدي، تراجعت على قرارك، ولو أنه كنت نستنى ما كنتش نستنى تراجع. اليوم تقول وش فهمت من كلامك أنه راك تسوق إعلاميا ومن حقك أنه لا وجود لمشاكل بين مجمع مدار أو رئيس المدير العام اللي هو يتمثل أنت السي شرف الدين عمارة مع سعيد عليق، لكن في طار اسمعني كمل الطرح فقط، وكأنك تتكلم تقول كنا حديث مقتضب شفته لليوم، حب يقعد يحب يروح، وكأنه باش تأكدنا بلي ما كانش مشكل، وكأنه كاين صح مشكل انت ما حبيش تروح يعني اوبود لي ريبونسي ديالك يا سي شرف الدين، وتقول السعيد علي غضب
كاين حينه ورديده لانه يعني مدير عام ما نقدرش نقول عليه يروح ويحب يروح كونجي يحب يقعد ماشي طريقه من المفروض تكون او لا تكون يا سعيد اللي قاوم معاكم وهو مدير عام ومارس صلاحيته بلانمو وراه معاكم يعني بقلبه وبعقله واما ما هوش هنا يا سيدي بصفتي رئيس رئيس الفريق ورئيس مجلس اداره الفريق انا اللي نحدد الصلاحيات تاع كل واحد وانا اللي نحدد مهام كل واحد وانا اللي نعين كل واحد اكيد فنظن انه انا مارست مهامي وكل واحد من اللي قبل اللي ما قبلش على غالب هذه هي اليوم اللي هكذا تسير الشركه موقف للانصار هل سعيد عليق اليوم راه راضي بالمنصب تاعو يشتغل معكم اميل بورزو ولا انه تتوقع انه سيغادر المنصب تاعو او انه يبقى يدي لو سالار تاعو الى نهايه العقد تاعو واش راك تتوقع سي شرف الدين بصفتك مسير يعني لشركه مدار رئيس مدير عام اللي راك يعني تشرف على حدود شركه لو نحكم بالنسبه على اساس العلاقه اللي كاينه وعلى اساس كيف سارت الامور نقول لك انا سعيد عليك يبقى والامر عادي اذا نشوف مثلا كيف هذا قلت لك هذا الهيجان الاعلامي على القضيه والامر اول مره نشوف انا انه يوقع هيجان اعلامي على تغيير مدير او منصب اداري في نادي معين او في شركه معينه اذا نشوف الهيجان الاعلامي فنقول باللي انا ثاني نعتقد انه في مشكل والحقيقه انه ما كان حتى مشكل في الموضوع. نعم سيد عمارة شرف الدين ربما في بدايه الكلام تاعك قلت انه البعض ولا خبراء في التسيير ويعطي دروس في التسيير من دون شك ماكش تتكلم على اعلاميين شكون هذو الناس اللي حبيت تتكلم عليهم؟ نتكلم لانه مش اعلامي واحد ومش اسمع لا ما تتكلم على صحفيين راك تتكلم على اصبح الواحد يقول اليوم اذا كانت القرارات تصير هكذا ويشكوا في تسيير شكون هاد الناس اللي ولاو خبراء ما نذكر لكش الاسماء لانه انا ثاني لو ندخل في ذكر الاسماء راح ندخل في نفس الخطا اللي طاحوا فيه زملاء وخلينا ربي سامح والامر المفروض انه نبقى مهنيين كل واحد في مجاله كل واحد يعرف ما يصلح بشركته وبفريقه او بجانبه كمان. شكرا لك سي شرف الدين عمار على هاد شكرا سيدي الكريم عفوا الشكر لي ضيوفك الكرام وشكرا لك شكرا لك سي شرف الدين ما راهوش هيا جاد انت قلت اليوم كل واحد يعرف واش يخدم في شركته ولا فريقه انا نعرف انا قريت اعلام نعرف كيفاش نتعامل مع المعلومه هذا سي مون دومان لو ما كانش فريق شباب الوزاري كبير ما تعاملناش معاه وسي شرف الدين عماره تدخل تغيير عادي هذا من حق انا نقول لك تغيير بالجمله في الميركاتو شتوي الفريق في المركز الاول اعتقد بانه راح يكون راح يختم سي شرف الدين عماره انقطع الاتصال شكرا اذا لكل ما سمعتش الجمله الاخيره تاع سي وحيد لا سي شرف الدين قلت لك كي تقول هيجان قلت موش هيجان انا اعلامي وقلت كل واحد يمارس مهامه على حسب واش يعرف شركته ولا فريقه انا اعلامي قريت اعلام نعرف كيفاش نتعامل مع المعلومه ثانيا كي تقول لي ما فيش مشكل انا انت الموقف تاعك ما فيش مشكل كاعلامي قول كاين مشكل لما يكون فريق كبير مثل شباب الوزداد اداره النادي تقوم بتغيير جماعي للمسؤولين المدير العام لو سكرتير المسؤول في التسويق حتى ابسط العمال في هذه المرحله الحساسه بعد رحيل المدرب اعتقد انه من حقنا اعلاميا نطرح الاشكال نطرح الاسئله سممكن يجاوبك رفيق باش نخلص صفحه يشري اولا فضل. نجاوبك على هيجان مساله من هيجان يمكن اذا تكلمت على هيجان اعلامي لانه مش فقط قناتكم اللي تتكلم على هذا الموضوع لكن ممكن كل القنوات تكلمت على الموضوع الراديو الصحافة المكتوبة الصحافة في الانترنت لأنه هذا شباب الوزداد تكلمت على الموضوع لأنه شباب الوزداد أكيد لكن المفروض أنه نتعامل مع الموضوع بالوقائع لا ما نروحوش في السبيكولاسيون يترو دو سبيكولاسيون La spéculation a nuit au sujet. La spéculation ضيع الموضوع. لب الموضوع راح. أما تقول لي إنه التغيير
ما كانش مشاكل. أنا تكلمت على هل هناك مشكلة مع عليق، مع السيد عليق؟ ليس هناك أي مشكلة مع السيد عليق، لكن هناك مشكل في الإدارة بصفة عامة، ولذلك كنت مضطرا إلى أخذ هذه القرارات. نعم. لكن المشكل مش مشكل سيد عليق يا سيدي الكريم، المشكل مع الإدارة. لذلك نعطيك حق في وحيد تقول لي في مشكل. نعم في مشكل إداري، في مشكل كان على المسؤول الأول للشركة أن يتدخل لحله وللفصل فيه بصفة نهائية، وهذا ما قمت به. شكرا لك سيد شرف الدين عمارة، وكل توفيق لك ولشباب بلوزداد. مشاهدينا الكرام، فاصل إشهاري وبعدين نعود لكم.